جبتوا لعبه ولا ايه؟ لا العيل شطف في لعبه كده قلنا نبص عليها. بص عليها ايه؟ عاوز انهي لعبه؟ العجله. انهي لعبه اجيبها لك؟ العجل، عايز العجل. عجل؟ فين يا صاحب المحل؟ خد يا عم على حسابي. انتوا مين رايحين فين وجايين بتعملوا ايه؟ والله جايين نفطر عند واحد قريبنا هنا اهوت. كويس. قلنا نتمشى شويه. شغال ايه؟ نجد. شغل عامل ايه؟ اهو الحمد لله. انتوا عندكم اربعه؟ اه. لا احنا عايزين تنظيم الاسره بقى. لما خلاص يا ريس. الحمد لله. خلاص ها؟ الحمد لله كده كفايه الحمد لله، يعني نحمد ربنا. ربنا يخليهم لنا بس الحمد لله. شوفهم حاجه. قول لي شغل ايه بقى؟ شغال في محل ولا؟ اه. تكسب لك مثلا كام في اليوم كده؟ يعني على حسب الشغل. ساعات عمليه مريحه اليومين دول. اه يعني ساعات في ساعات الحمد لله يعني. الحال عامل معاك ايه؟ اه الحمد لله. عاوز تقول حاجه انت؟ ايوه بس الحمد لله، بس في شويه حاجات كده عايزه، يعني الدنيا متلخبطه فيها فهتعدي ان شاء الله. الدنيا؟ الدنيا متلخبطه فيها وهتعدي ان شاء الله. قول لي ايه اللخبطه طيب، ولا تتكسف ولا ايه؟ لا لا لا، شويه ديون كده وحاجات تخلص ان شاء الله كله يخلص. محمد كويس؟ اه محمد كويس، بس هو كان عنده عينه بس تعبه كده شويه. محتاج عمليات؟ عمليه ايه بقى للعين؟ هو كان المفروض الدكتور كان قايل لي نضاره لمده 6 شهور، ولو ما احتاجش عشان عضله العين كسلانه، قال لي لو كانت فيها حركه كان المفروض يجي منها، لكن هي خلاص وقفت فلازم عمليه فيها. في عمليات تانية ولا هو ده بس؟ اه وكانت ورجله. في عينه اصلا؟ ايه؟ رجليه عندها تقوس وكده، بس انا اهم حاجه ان شاء الله نعمل عينه وبعد كده حاجه حلوه يعني. لا بس هو بيشوف كويس يعني اهو. اه لا لا الحمد لله. تعليق ديون كام بقى؟ انا ما حسبتش دلوقتي عشان انا برضو عمال يعني عمال اسد فيها في حاجه كام يعني؟ ادعي لنا بس ربنا. بدعي لكم والله. ادعي علينا بس مش اكتر. مشكله كبيره يعني؟ لا الحمد لله يعني طالما العيال كويسين يبقى كلنا الحمد لله. اسمك ايه؟ سلمى. ازيك يا سلمى؟ عاوزه تقولي ايه؟ مش عايزه اقول حاجه. انا عاوز اكسب الجايزة. انا؟ اه. تعملي بيها ايه؟ هعمل اللي ماما وبابا عايزينه. جابر وجابر الخواطر، جابر اللي معاه اسرته، المهندس اللي بنى معبد الدير البحري. سننموت ولا رمسيس ولا احمس؟ 1 2 3 سننموت ولا رمسيس ولا احمس؟ 1 2 3 واحد اللي هو سننموت. انت بتقولها كده؟ اه كله على الله رايس. كله على الله. يعني الهديه لو خدتها تعمل بيها تسد الدين بقى؟ اه طبعا. محل ولا تعمل؟ طبعا. لا نعمل العمليه لمحمد ان شاء الله نسد اللي علينا وبعد كده نرتاح. بس الدين صعب طبعا. ربنا يكتبه على حد. الحمد لله. في شيكات يعني ولا مش عارف؟ لا هو مش شيكات يعني، هي الناس كويسه وفي يعني دخلنا في قرض حوارات يعني كتيره يعني، فادعي لنا بس اهم حاجه. الناس بقى ارجوكم ما تفتحوش في موضوع القروض ده لما يكون محسوبه يعني. نرجع للسؤال والجايزة. واسمه ايه؟ محمد. ابو محمد جابر وجابر الخواطر. اخر مرة المهندس اللي بنى معبد الدير البحري سننموت رمسيس احمس، 1 ولا 2 ولا 3؟ 1 يا ريس. 1 فعلا هو سننموت، ومبادرة هدية السيد الرئيس الابن اللي كان عاوز هدية، كان عاوز لعبة. احنا خدنا لعبة من هنا. اهي لعبة. ايه؟ خدنا اللعبة ايه؟ هنحاسب عليها. و تاخد المبادره، بنقول لك مبروك. الله يبارك لك يا ريس. مبروك. الله يبارك لك يا ريس، كل سنه وانت طيب. الله يبارك لك، الله يديك الصحه. هتسد الدين طبعا يا ريس؟ طبعا طبعا طبعا. تحمد ربنا. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله.